بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون البيوت المحمية، أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة بإذن الله تعالى بنشوف مع بعض أعراض أكل الذباب البيضاء على أوراق الخيار أو تلف أوراق الخيار بالكامل. المنظر اللي هو قدامنا ده هو بيكون بداية غزو الذباب البيضاء لنبات الخيار، ومعروف ان الذباب البيضاء هتتسبب لك طبعا كثاقبة مصة، هتتسبب لك في الكثير من الفيروسات لو ما قدرتش تكافحها او نقدر نحد منها. في للأسف ناس، طبعا الصور ملتقطة يا جماعة الخير من سيمنز، من الصور بتاعت شركة سيمنز، واللي تعتبر من الشركات العظمى يعني في المبيدات والبذور والحاجات دي كلها، فبيكون ذات مصداقيه في الصور. المتفلسفين كتير يعني بصراحه بيتكلموا يقول لك ده نقص مغنيسيوم، الناس ناقصه يعني ناشرين باللغه الانجليزيه على الدليل الحقلي بتاعهم ان هو ممكن يعني بيقول لك ما تخلطش بين المغنيسيوم وتغذية الحشرات، لأن تغذية الحشرات معروف إن هي زي ما حضرتك شايف كده، الذباب البيضاء ابتدت تمص العصارة بتاعة النبات والكلوروفيل فتحول اللون للون الأصفر، تمام؟ العروق بتاعة الأوراق هتفضل زي ما هي خضراء، ودي شبيهة جدا بالمغنيسيوم، تمام؟ ايه برضو كمان بتلاقي ان الاصابة بتبدأ من تحت، ودايما نقص المغنيسيوم بيكون تحت، بيكون بداية في الاوراق المسنة عن الاوراق اللي فوق، تمام؟ تقعد تقول نقص مغنيسيوم نقص مغنيسيوم لحد الدنيا وانت يعني مش في دماغك ابدا قصة الذباب البيضاء. بس يا جماعة الذباب البيضاء بدايتها في الخيار بتبدأ بالاكل في الورق والتغذية على العصارة بتاعت الاوراق. بعد كده بتعمل لك الورقة زي ما شفناها في الأول في الصورة الأولانية. الصورة الثانية بتبدأ من تحت برضو، وليه بقى الذباب البيضاء بتحبش طيار الهواء، تمام؟ ما بتحبش الجفاف، فبتلاقيها في البيت المحمي دايما أو حتى في الزراعة العادية بتلاقيها دايما مستخبية في المنطقة اللي تحت دي بالذات عشان فيها رطوبة عالية، وكمان بتلاقيها مأوى آمن لأن هي ما تتعرضش لأي طيار هواء. أي يوم بتلاقي فيه الهواء شديد ما تلاقيش الذباب البيضاء خالص، تلاقيها في الأيام اللي فيها سكون بالنسبة للهواء، تمام؟ دي كل قصة الذبابة البيضة بتاعي. طيب زي ما قلنا ما بفرق بين ان ده هي ذبابة بيضة وبين ان هي قد تكون اصابة قد يكون شيخوخة مبكرة بالنسبة للنبات، قد يكون نقص مغنيسيوم برضو، ولكن المنظر ده هو يا جماعة ده بتاع الذبابة البيضة، ركز فيه وخد بالك منه كويس. وزي ما قلنا قبل كده ان الذبابة البيضة يعني لو كانت باعداد كبيرة فطبعا دي بيصعب مكافحتها، تمام؟ اذا فمن الاول خالص المفروض بنحاول نحد منها، على اساس ان احنا بنحط على البيوت بتاعتنا شاش. الشاش بتاعنا ما يزيدش عن 50 الفتحات بتاعته، ما يبقاش واحد يروح يجيب لي 63 شاش ويحطه على باب البيت ويقول الذباب مش هتدخل، لا الذباب هتدخل وهتعمل كل شيء في النبات عندك. ودايما بنحذر من ان التعداد يزيد، يعني التعداد لو قليل ممكن نقدر نتغلب عليها، وبتكون يعني ممكن في حاجة زي الخيار علشان الجمع بتاعه كل يوم. فقبل ما تبدأ المحصول بتاعك طهر الأرض بتاعتك كويس، طهر الصواب بتاعتك كويس، حاول تزرع والبيوت نظيفة، وبعد كده حاول قبل ما توصل لمرحلة الجمع المفروض بنحاول نوصل لأن التعداد عندنا ما يكونش زايد، ويكون يعني في المعقول بحيث ان اقل رش يقدر نقدر نجيب منه نتيجة، لان لو زادت مش هنقدر نجيب منها نتيجة. واحنا بنقول دايما اذا جالك الغصب خده بجميلة، اذا كنت هتكافح ذبابة فصدقني المبيدات انت هترشها للذبابة كثقيبة مص، هتشيل لك المن، هتشيل لك التربس، هتشيل لك
الجسد هتخلص لك على اي حاجه ثقيله مصه، في الاخر زي ما حضرتك شايف كده هتوصل لك الذبابه البيضاء بان هي هتشيل لك الورقه خالص بالشكل ده هوت، واذا فاصبحت الورقه عديمه الفائده. طب المفروض بعد الرش ايه؟ الورقه المسنه على طول يا جماعه، الورقه المسنه على طول المفروض حضراتكم احنا بنبدا نشيلها، يعني اي ورقه مسنه على طول ملهاش لازمه حاول تشيلها عشان ما تخليش الحجر اللي تحت او المنطقه ال 50 سم اللي تحت ديت في النبات ما تبقاش كلها كده عباره عن اوراق قديمه وافرع جانبيه وحاجات كده يعني معكوكه، لا حاول تنضفها بحيث ان هي نقدر نكافح، لو رشينا فوق ما تلبدش الذبابه البيضاء وتنزل تحت تختفي تحت، لا انا بحاول انظف المنطقه ديت اول باول علشان المكافحه بتاعتي تجيب نتيجه، لو ما نظفتش المنطقه ديت صدقني المكافحه بتاعتك ولا كانها لها لازمه، لان الذبابه اساسا انت هترش فوق هي هتقعد تحت، مجرد ما بينتهي قصه المبيد بتاعك بتبص تلاقيها قامت طالعه فوق، وممكن كمان تسبب لك فيروسات تنقلها من مكان تاني او من نبات مصاب في نفس البيت لنبات غير مصاب، وهتوقف لك القمه الناميه والهلوم مجره اللي احنا عارفينها، فمن الاول خالص كفاح. هتقول لي مبيدات ايه؟ المبيدات موجوده في كل مكان وكلنا عارفين مبيدات الذبابه البيضاء كلتها ما فيش اي مشاكل فيها يعني، بس بنحاول بقدر الإمكان نراعي فترة ما قبل الحصاد. بشكركم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. زي ما بقول للمرة المليون، الصورة ملتقطة من سيمنز، وسيمنز واخداها زي ما كاتبين تحت الصورة من إحدى الجامعات الأمريكية. شكرا لحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.